الشيخ عبد الكريم دالي ورئيسة مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي، نرحب بكم دائما في رحاب المسرح الوطني الجزائري بعد أكيد أشغال اليوم الأول من الملتقى الدولي الشيخ عبد الكريم دالي، والذي جاء تحت شعار البعد الفني والتاريخي والوطني. نسهر مع بعض في أولى سهرات هذا الملتقى. أرجوكم تحية كبيرة للجوق الموسيقي الذي سيفتتح بعد قليل أولى سهرات الملتقى. تحية كبيرة من فضلكم لجوق جمعية الفن الجميل. الملتقى يحظى برعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي، وينظم بالتنسيق مع المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي من تنظيم مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي على مدار 3 أيام. في أكيد طيلة الأيام سنعيش على وقع المحاضرات والندوات بمشاركة أسماء كبيرة ولامعة في عالم البحث في التراث من الجزائر، من الوطن العربي وكذلك دول العالم، ونسهر في رحاب هذه الخشبة طيلة أيام الملتقى. غدا إن شاء الله أذكر الموعد سيكون مع نادي الشبيبة الجزائرية سلام من تلمسان وجمعية الفن والنشاط من مستغانم، فيما يكون العرض النهائي يحمل عنوان الشيخ عبد الكريم دالي عبر الزمن من إحياء السيدة المضربة ليلى بورصلي. حيوها من فضلكم حضر معنا أكيد طيلة هذا اليوم، وستنشط السهرة الختامية بحولنا. قبل ذلك وذاك، قبل أن نستقبل جمعية مقام من قسنطينة مدينة الجسور المعلقة، تحية كبيرة أحبكم معنا. السهرة اليوم عاصمية قسنطينية. نبدأ من الجزائر العاصمة ونبدأ بالفن الجميل. هذه الجمعية التي تأسست في أكتوبر 2023 برئاسة السيدة سهام بومعزة، تهتم بالحفاظ على الموروث الثقافي بشكل خاص الموسيقى الأندلسية وأنماطها المجاورة بالحوازة العربيات وكذلك المحاجز. اليوم ستقدم برنامج مميز بعد أن شاركت في عدة مناسبات ومهرجانات على الصعيد الوطني. يقود الجوق الرائع الأستاذ القدير الهادي بكرة. من فضلكم تحية للأستاذ وللجوق. Thank you.
Oh,
Thank you.
شكرا جزيلا، تحية كبيرة من فريقكم لجمعية الفن الجميل، بارك الله فيكم. أستاذ هادي خذ معي، سيتم تكريمه نيابة عن كل الجوق الموسيقي. يعطيك الصحة أستاذ، بارك الله فيك. ربما تقول كلمة قبل ما كرموك لهذا الجمهور اللي حضر معنا، خاصة أننا نعيش أول أيام هذا المنتدى الطيب. مساء الخير الحضور الكريم، مساء الخير الدكاترة والأساتذة والمشايخ، ربي يطول في عمركم ويعطيكم كل الصحة والعافية. حنا جد سعداء يعني بالمشاركة تاعنا في هذا التظاهرة هذه. الأستاذ المرحوم عبد الكريم داري غني عن كل تعريف، الحقيقة ما عندنا ما نزيد نضيفو على الشيء اللي قالوه. إن شاء الله إن شاء الله يكون الفايدة في الكولوك هذا الإمامي محاضرات تاع الأساتذة جد يعني قيمة. إن شاء الله برك يكون توافد خاصة جمعية وتلاميذها. حبيت برك نوضح واحد أكسايد صغيرة برك، ربما المشايخ ملاحظوا في آخر الوصلة كنا ختمناها بواحد التعليلة هذيك في الجد، لأننا عارفين باللي كي نخدموا الحوازة بالحوازة وكي نخدموا الجد بالجد، أنا عارفين بها. ولكن نظرا لتعب الأساتذة الكرام اللي تعبوا نهار كامل وما واقفين على الكولوك هذا، راهم ماشي شوية بزاف تعبانين، خسرنا دمجنا البرنامج كان فيها في الحلقة وصلتين، الوصلة الأولى كانت حوزين والوصلة الثانية كانت في الجد، ولكن ما حبيناش نفوتوا الفرصة هذه. من كلام داي صوتوا أستاذنا وأستاذي اللي نعتبره أنا أستاذي شيخ نور الدين السعودي، لأنه الفكرة هذه شهادة للتاريخ، أول من حتى عليها أنا كنت حاضر في بن خلدون، صح شيخ هكذا. دونك سيتي أن كلام داي سبيسيال أستاذ سعودي، وسامحونا الاساتذه اللي عارف اللي انا عميناها شويه معرفه مزجنا جد مع بيسيتي بيسي اكسبري يعني. ويعطيكم الصحه، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. اكيد نكرمو، تتفضل معنا السيده وهبه داني رئيسه مؤسسه الشيخ عبد الكريم داني، والاستاذ بوكلي صالح يتفضل معنا للمساهمه في تكريم جمعيه الفن الجميل. مره اخرى اطلب من السيدات والساده حضور تعطونا تحيه كبيره عليهم، و أكيد بقيادة الأستاذ عبد الهادي بكرة. سيدة وهبة قدموا للفن الجميل درع الملتقى وشهادة تقدير، يقدمها الأستاذ القدير اللي مشرفنا بحضوره خلال فعاليات الملتقى، بالإضافة إلى الدرع والشهادة هدية مميزة كذلك مهداة من طرف مؤسسة الشيخ عبد الكريم دالي. هي الآلة الموسيقية سيدة وهبة هذه منظوري، تحية كبيرة، هدية رائعة، صورة للذكرى لأهل الصحافة والإعلام. نشكر شكر جزيل أستاذ كملي أستاذ